الجيش الأرض في يدي الساعة 10:30 بدون أي بذل أي جهد أسحب جوالي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى على شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الخميس 18 من شهر رمضان المبارك لعام 40 و400 وألف. قال الحافظ بن جزي رحمه الله تعالى: سورة الفرقان، قوله تبارك من البركة، وهو فعل مختص بالله تعالى لم ينطق له بمضارع على عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك على وجه التشريف له والاختصاص. قوله ليكون للعالمين نذيرا، الضمير لمحمد صلى الله عليه وسلم أو للفرقان، والأول أظهر. وقوله للعالمين عموم يشمل الإنس والجن ممن كان في عصره وممن يأتي بعده إلى يوم القيامة. وتضمن صدر هذه الآية إثبات النبوة والتوحيد والرد على من خالف في ذلك، فقدره تقديرا: خلق عبارة عن الإيجاد بعد العدم، والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة، وتخصيص كل مخلوق بمقداره وصفته وزمانه ومكانه ومصلحته وأجله وغير ذلك. قوله واتخذوا، الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالله تعالى، وأعانه عليه قوم آخرون يعنون قوما من العبيد منهم عداس ويسار وأبو فكيهة الرومي، فقد جاءوا ظلما وزورا، أي ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه. وقالوا أساطير الأولين، أي ما سطره الأولون في كتبهم، وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث اكتتبها، أي كتبها له كاتب ثم صارت تملى عليه ليحفظها، وهذا حكاية كلام الكفار. وقال الحسن إنه من قول الله على وجه الرد عليهم، ولو كان ذلك لقال أكتتبها بفتح الهمزة لمعنى الإنكار، وقد يجوز حذف الهمزة في مثل هذا. وينبغي على القول الحسن أن يوقف على أساطير الأولين. قوله قل أنزله الذي يعلم السر، رد على الكفار في قولهم، ويعني بالسر ما أسره الكفار من أقوالهم، أو يكون ذلك على معنى التنصل والبراءة مما نسبه الكفار. على إيش؟ على وجه التنصل. هذه طبعا الكتاب هذا اللي جبته منه. وش عندك ابو حذيفه؟ او يكون ذلك على معنى التنصل هنا على وجه اي يعني كلاهما. طيب زين، تابع اجل من والبراءه مما نسبه الكفار اليه من الافتراء، اي ان الله يعلم سري فهو العالم باني ما افتريت عليه بل هو انزله علي. فان قيل ما مناسبه قوله انه كان غفورا رحيما لما قبله، فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك ليبين أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة بل أمهلهم، وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام الآية، ها قال هذا الكلام قريش طعنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد الله عليهم بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقولهم هذا الرسول على وجه التهكم كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم. شيخ مكتوب كقوله فرعون، على وجه التهكم كقول فرعون. أو يعنون الرسول بزعمه، ثم ذكر ما اقترحوا من الأمور في قولهم لولا أنزل إليه ملك وما بعده، ثم وصفهم بالظلم. وقد ذكرنا معنى مسحورا في سبحان. قولوا ضربوا لك الأمثال، أي قالوا فيك تلك الأقوال، فلا يستطيعون سبيلا، أي لا يقدرون على الوصول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم. قوله خيرا من ذلك، الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني جنات الآخرة وقصورها. وقيل يعني جنات وقصورا في الدنيا، ولذلك قال إن شاء. قوله إذا رأتهم، أي إذا رأتهم جهنم، وهذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة أو مجازا، بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على البعد.
سمعوا لها تغيضا وزفيرا. التغيض لا يسمع، وإنما المسموع أصوات دالة عليه، ففي لفظه تجوز. والزفير صوت ممدود كصوت الحمار. مكانا ضيقا تضيق عليهم زيادة في عذابهم، تضيق عليهم زيادة في عذابهم. مقرنين أي مربوط بعضهم إلى بعض، وروي أن ذلك بسلاسل من نار. دعوا هنالك ثبورا، الثبور الويل. نعم بسلاسل من نار، من نار. دعوا هنالك ثبورا، الثبور الويل، وقيل الهلاك. ومعنى دعائهم ثبورا أنهم يقولون يا ثبوراه، كقول القائل وحسرتا وأسفا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، تقديره يقال لهم ذلك، أو يكون حالهم يقتضي ذلك، وإن لم يكن ثم قول. وإنما دعوا ثبورا كثيرا لأن عذابهم دائم، فالثبور يتجدد عليهم في كل حين. قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد، إنما جاز هنا التفضيل بين الجنة والنار، لأن الكلام توقيف وتوبيخ، وإنما يمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك في المعنى إذا كان الكلام خبرا. قوله وعدا مسؤولا، أي سأله المؤمنون أو الملائكة في قولهم وأدخلهم جنات عدن. وقيل معناه وعدا واجب الوقوع لا لأنه قد حتمه. قوله تعالى فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، القائل لذلك هو الله عز وجل، والمخاطب هم، وفي نسخة والمخاطبون هم المعبودون مع الله على العموم. وقيل الأصنام خاصة، والأول أرجح لقوله ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قوله أم هم ضلوا السبيل، أم هنا معادلة لما قبلها، والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم. ولأجل ذلك بين هذا المعنى بقوله هم ليحقق إسناد الضلال إليهم. وإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور ليوبخ الكفار الذين عبدوهم. شيخنا كتب أأنتم أضللتم بالضاء وليست بالضاد. واضح خطأ مطبعي. قوله قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، القائل لهذا هم المعبودون. قالوه على وجه التبري ممن عبدهم كقولهم أنت ولينا من دونهم، والمراد بذلك توبيخ الكفار يومئذ وإقامة الحجة عليهم. قوله ولكن متعتهم وآباءهم، معناه أن إمتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته. قوله قوما بورا أي هالكين، وهو من البوار بمعنى الهلاك، واختلف هل هو جمع بائر أو مصدر نوصف به، ولذلك يقع على الواحد والجماعة. قوله فقد كذبوكم بما تقولون، هذا خطاب خاطب الله به المشركين يوم القيامة، أي قد كذبكم آلهتكم، وفي النساء قد كذبوكم آلهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرأوا منكم. وقيل هو خطاب للمعبودين، أي كذبوكم في هذه المقالة، أي كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنيا. وقيل هو خطاب للمسلمين، أي قد كذبكم الكفار فيما تقولونه من التوحيد والشريعة. وقرئ بما يقولون بالياء من أسفل، والباء في قوله بما تقولون على القراءة بالتاء بدل من ضمير في كذبوكم، وعلى القراءة بالياء كقولك كتبت بالقلم، أي كذبوكم بقولهم. قولهم فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، قرئ فما تستطيعون بالتاء من فوق، ويحتمل على هذا أن يكون من فوق، نعم بالتاء من فوق، ويحتمل على هذا أن يكون الخطاب للمشركين أو للمعبودين، والصرف على هذين الوجهين صرف العذاب عنهم، أو يكون الخطاب للمسلمين والصرف على هذا رد التكذيب. وقرئ بالياء وهو مسند إلى المعبودين أو المشركين، والصرف صرف العذاب. قوله ومن يظلم منكم، خطاب للكفار، وقيل للمؤمنين، وقيل على العموم. قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين، تقديره وما أرسلنا رسلا أو رجالا قبلك، وعلى هذا المفعول المحذوف يعود الضمير في قوله ألا إنهم إلا إنهم ليأكلون الطعام. وهذه الآية رد على الكفار في استبعادهم بعث رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.
قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هذا خطاب لجميع الناس لاختلاف أحوالهم، فالغني فتنة للفقير، والصحيح فتنة للمريض، والرسول فتنة لغيره ممن يحسده ويكفر به. قوله أتصبرون، تقديره لننظر هل تصبرون. قوله تعالى لا يرجون لقاءنا، قيل معناه لا يخافون، والصحيح أنه على بابه، لأن لقاء الله يرجى ويخاف. قوله لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، اقترح الكفار نزول الملائكة أو رؤية الله، وحينئذ يؤمنون. فرد الله عليهم بقوله لقد استكبروا الآية، أي طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه، وقوله في أنفسهم كما تقول فلان عظيم في نفسه، أي عند نفسه، أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر في أنفسهم، في نسخة أضمروا الكبر في أنفسهم. قوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنهم لا بشرى لهم يوم يرونهم، فالعامل في يوم معنى لا، فالعامل في يوم معنى لا بشرى، ويومئذ بدل. ويقولون حجرا محجورا، الضمير في يقولون إن كان للملائكة فالمعنى أنهم يقولون للمجرمين حجرا محجورا، أي حراما عليكم الجنة أو البشرى، وإن كان الضمير للمجرمين فالمعنى أنهم يقولون حجرا بمعنى عودة، لأن عليكم الجنة حرام يصح هذا وهذا. وإن كان الضمير للمجرمين فالمعنى أنهم يقولون حجرا بمعنى عودة، لأن العرب كانت تتعود بهذه الكلمة إذا رأت ما تكره، وانتصابه بفعل متروك إظهاره نحو معاذ الله. قوله وقدمنا إلى ما عملوا، أي قصدنا إلى أعمالهم، فلفظ القدوم مجاز، وقيل هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمره. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، قول المصنف رحمه الله قصدنا إلى أعمالهم فلفظ القدوم مجاز، أقول قوله قدمنا أي قصدنا، هو معنى ما جاء عن السلف، إذ قالوا في تفسير الآية قدمنا أي عمدنا، والمقتضي لهذا التفسير هو تعدية الفعل بإلى، فقدم مضمن معنى قصد أو عمد، والفعل المضمن لمعنى فعل آخر يفيد معنى الفعلين كما هو معلوم. وعليه فقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا يفيد معنى قدم الذي فيه معنى أتى أو جاء، ومعنى عمد وقصد. وعلى هذا فليس في الآية مجاز، بل في الآية تضمين الفعل معنى فعل آخر كما تقدم. وعلم مما تقدم أنه يمكن أن يستدل بالآية على إثبات المجيء لله، لكن إضافة الفعل إلى صيغة الجمع تفيد مجيء الملائكة أيضا، كما جاء الخبر عن الأمرين مجيء الله ومجيء ملائكته في غير موضع، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ولهذا يشير قول المؤلف وقيل هو قدوم الملائكة أي مجيئهم، والقائل بذلك الأشبه أنه من نفات الصفات الفعلية عن الله كالمجيء والإتيان، والحق أنه تعالى يجيء كما يشاء كما أخبر عن نفسه في عدد من الآيات، والأظهر أن منها هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا، عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك، وأنها لا تنفعهم لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال. والهباء هي الأجرام الدقيقة من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوة أو الكوة، والمنثور المتفرق. قوله خير مستقرا، جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار لأن هذا مستقر وهذا مستقر. قوله أحسن مقيلا، هو مفعل من النوم في القائلة، وإن كانت الجنة لا نوم فيها، ولكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة. وقيل إن حساب الخلق يكمن في وقت ارتفاع النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قوله ويوم تشقق السماء بالغمام، هو يوم القيامة، وانشقاق السماء انفطارها، ومعنى بالغمام أن يخرج منها الغمام، وهو سحاب رقيق أبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض. ويوم يعض الظالم على يديه، عض اليدين كناية عن الندم والحسرة، والظالم هنا عقبة بن أبي معيط، وقيل كل ظالم، والظلم هنا بمعنى الكفر. قوله مع الرسول، هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو اسم جنس على العموم. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا،
روي أن عقبة جنح إلى الإسلام فنهاه أبي بن خلف أو أمية بن خلف فهو فلان. وقيل إن عقبة نهى أبي بن خلف عن الإسلام فالظالم على هذا أبي وفلان عقبة، وإن كان الظالم على العموم ففلانا على العموم أي خليل كل كافر. قوله وكان الشيطان للإنسان خذولا يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو ابتداء أخبار من قول الله تعالى، ويحتمل أن يراد بالشيطان إبليس أو الخليل المذكور. وقال الرسول قيل إن هذا حكاية قوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وقيل في الآخرة. مهجورة من الهجر بمعنى البعد والترك، وقيل من الهجر بضم الهاء أي قالوا فيه الهجر حين قالوا إنه شعر وسحر والأول أظهر. قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، العدو هنا جمع والمراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره من الأنبياء. قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا، وعد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والنصرة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا من اعتراضات قريش لأنهم قالوا لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل. قوله كذلك لنثبت به فؤادك، هذا جواب لهم تقديره أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم بحفظه، ولو نزل جملة واحدة لتعذر عليه حفظه لأنه أمي لا يقرأ، فحفظ المفرق عليه أسهل. على رأيه هنا كاتب لحفظه، ها ايش مكتوب هنا؟ لحفظه بالله وهنا بحفظه، كأن في خلاف في خلف في فرق بالمعنى. لا من هالجهة خلاف، المشكلة انه لو يجب ان يكون واحد، يعني خلاف في قراءة المخطوط، لكن معنى متقارب ايضا على اعتبار ينوب بعضها بعض. وأيضا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه. وأيضا منه ناسخ ومنسوخ، ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة. ورتلناه ترتيلا أي فرقناه تفريقا، فإنه نزل بطول 20 سنة. وهذا الفعل معطوف على الفعل المقدر الذي يتعلق به كذلك، وبه يتعلق لنثبته. ولا يأتونك بمثل الآية معناها لا يوردون عليك سؤالا أو اعتراضا إلا أتيناك في جوابه بالحق والتفسير الحسن الذي يذهب اعتراضهم ويبطل شبهتهم. قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم يعني الكفار، وحشرهم على وجوههم حقيقة، لأنه جاء في الحديث قيل يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ قوله شر مكانا يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرف أو الدار والمسكنة في الآخرة. قوله تعالى وزيرا أي معينا إلى القوم يعني فرعون وقومه، وفي الكلام حذف تقديره فذهب إليهم فكذبوهما فدمرناهم. قوله كذبوا الرسل تأويله كما ذكر في قوله في هود وعصوا رسله. قوله وأعتدنا للظالمين يحتمل أن يريد بالظالمين من تقدم، ووضع هذا الاسم الظاهرة موضع المضمر لقصد وصفهم بالظلم، أو يريد الظالمين على العموم. قوله أصحاب الرس، معنى الرس في اللغة البئر، واختلف في أصحاب الرس، فقيل هم من بقية ثمود، وقيل من أهل اليمامة، وقيل من أهل أنطاكية، وهم أصحاب ياسين، واختلف في قصتهم، فقيل بعث إليهم نبي فرموه في بئر فهلكهم الله، وقيل كانوا حول بئر لهم فانهارت بهم فهلكوا. قوله وقرونا بين ذلك كثيرا يقتضي التكثير والإبهام، والإشارة بذلك فرموه في بئر. قوله وقرونا بين ذلك كثيرا يقتضي التكثير والإبهام، والإشارة بذلك إلى المذكور قبل من الأمم. له الأمثال أي بينا له، تبرنا أي أهلكنا. وقيل كانوا حول بئر لهم فانهار قلناها تبرنا أي أهلكنا. ولقد أتوا على القرية، الضمير في أتوا لقريش وغيرهم من الكفار، والقرية قرية قوم لوط، ومطر السوء الحجارة، ثم وقفهم على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام، ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور، ويرجون كقوله يرجون لقاءنا وقد ذكر.
قوله أهذا الذي حكاية قولهم على وجه الاستهزاء، فالجملة في موضع معمول لقول محذوف يدل عليه هزوا. وقوله إن كاد ليضلنا استئناف جملة أخرى وتم كلامهم، واستأنف كلام الله تعالى في قوله وسوف يعلمون الآية على وجه التهديد لهم. اتخذ إلهه هواه أي أطاع هواه حتى صار كأنه إله، بل هم أضل لأن الأنعام ليس لها عقول وهؤلاء لهم عقول ضيعوها، أو لأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها، وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب ولا يخافون أضر الأشياء وهو العقاب. قوله تعالى ألم تر إلى ربك أي إلى صنع ربك وقدرته. مد الظل قيل مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأن الظل حينئذ على الأرض كلها، واعترضه ابن عطية بأن ذلك الوقت من الليل ولا يقال ظل بالليل، واختار أن مد الظل ما بين أول الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير. وقيل مد الظل أي جعله يمتد وينبسط. قوله ولو شاء لجعله ساكنا أي ثابتا غير زائل، لكنه جعله يزول بالشمس. وقيل معنى ساكن غير منبسط على الأرض، بل يلتصق بأصل الحائط أو الشجرة ونحوها. قوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا قيل معناه أن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في سيرها على الظل متى يتسع ومتى ينقبض ومتى يزول عن مكان إلى آخر، فيبنون على ذلك انتفاعهم به وجلوسهم فيه. وقيل معناه لولا الشمس لم يعرف أن الظل شيء، لأن الأشياء إنما تعرف بأضدادها. قوله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قبضه نسخه وزواله بالشمس، ومعنى يسيرا شيئا بعد شيء لا دفعة واحدة. فإن قيل ما معنى ثم في هذه المواضع الثلاثة، فالجواب أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان، أي جعل الله هذه الأحوال حالا بعد حال، أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال، وأن الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم من الثاني. قوله الليل لباسا شبه ظلام الليل باللباس، لأنه يستر كل شيء كاللباس. قوله والنوم سباتا قيل راحة وقيل موتا لقوله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويدل عليه مقابلته بالنشور. قوله الرياح نشرا ذكر في الأعراف. قوله ماء طهورا مبالغة في طاهر. وقيل معناه مطهر للناس في الوضوء وغيره، وبهذا المعنى يقول الفقهاء ماء طهور أي مطهر، وكل مطهر طاهر وليس كل طاهر مطهرا. وأناسيا قيل جمع إنسي وقيل جمع إنسان والأول أصح. ولقد صرفناه الضمير للقرآن. وقيل للمطر وهو بعيد. قوله ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا أي لو شئنا لخففنا عنك أثقال الرسالة ببعث جماعة من الرسل، ولكن خصصناك بها كرامة لك فاصبر عليها. قوله وجاهدهم به الضمير للقرآن أو لما دل عليه الكلام المتقدم. قوله مرج البحرين اضطرب الناس في هذه الآية، لأنه لا يعلم في الدنيا بحر ملح وبحر عذب، وإنما البحار المعروفة ماؤها ملح. فقال ابن عباس أراد بالبحر الملح الأجاج بحر الأرض، وبالبحر العذب الفرات بحر السحاب. وقيل البحر الملح البحر المعروف، والبحر العذب مياه الأرض. وقيل البحر الملح جميع الماء الملح جميع الماء الملح من آبار وغيرها، والبحر العذب هو مياه الأرض من الأنهار والعيون. ومعنى الفرات البليغ العذوب حتى يضرب إلى الحلاوة، والأجاج نقيضه. واختلف في معنى مرجهما، فقيل جعلهما متجاورين متلاصقين، وقيل أسال أحدهما في الآخر، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي فاصلا يفصل بينهما وهما بينهما من الأرض بحيث لا يختلطان. وقيل هذا البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر. شيخ هناك بعض العيون موجودة في وسط البحار. أي نعم يذكرونها. ذكرنا بعض البحر كنا ندخل نغوص مع أكياس فاضية مع بينا. الخبر شيء غريب. أنا حدثني أحد البحارة من البحرين أن هناك عين مشهورة في وسط البحر يذهبون يستقون منها. الآن. لا هذا قديم. قديم. أظن ذكر عن علي البوشمر أو أبو علي البوشمر. ممكن. نعم.
قوله وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي فاصلا يفصل بينهما وهما بينهما من الأرض بحيث لا يختلطان. وقيل هذا البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر. قوله خلق من الماء بشرا إن أراد بالبشر آدم فالمراد بالماء الماء الذي خلط مع التراب فصار طينا، وإن أراد بالبشر بني آدم فالمراد بالماء المني الذي يخلقون منه قبل إن أراد بالبشر آدم فالمراد بالماء الماء الذي خلط مع التراب خلق به كأن خلط أحسن لا شيخ كأن ال... خلط هي ال... خلط مع التراب كأنها خلط كأنها والله ترى شيخ أنت معتمد على نسخة طيبة يعني حتى في مسجدي شيخ أي ما أدري شنو شيخ إيش رأيك بالنسخة هذه وين ماذا هو والشيخ طلعها وتابعها واعتمدها أي أنا شفتها قديمة لذلك ما وش كاتب هو يعني هل قبلت على نسخ ما أدري ثم طباعة الله قال إن أراد بالبشر آدم فالمراد بالماء الماء الذي خلق به مع التراب خلق به آدم مع التراب وهنا وش مكتوب بالماء الذي خلط مع التراب يحتمل كنا العبارتين بشري آدم فالمراد بالماء الماء الذي خلق به مع التراب شوف هذه قبلت على النسخ على شيء لا شوف اقرا انا يلا شوف لا ما ذكر شيء طبعا الرابع 1403 قال الذي خلط خلط حطه في المسجد ما في شيء طال حول على الكتاب على طلع الكتاب زين قوله فجعله نسبا وصهرا النسب والصهر يعمان كل قربة فالنسب أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم قرب ذلك أو بعد والصهر هو الاختلاط بالتناكح وقيل أراد بالنسب الذكور أي ذوي نسب ينتسب إليهم وأراد بالصهر الإناث أي ذوات صهر يصاهر بهن فهو كقوله فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وكان قوله وكان الكافر على ربه ظهيرا الكافر هنا الجنس وقيل المراد أبو جهل والظهير المعين أي يعين الشيطان على ربه بالعداوة والشرك ولفظه يقع للواحد والجماعة كقوله والملائكة بعد ذلك ظهير قل ما أسألكم عليه من أجر أي لا أسألكم على الإيمان أجرة ولا منفعة لنفسي إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا معناه إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته فالاستثناء منقطع وقيل المعنى إلا أن تتخذوا إلى ربكم سبيلا بالصدقة فالاستثناء على هذا متصل والأول أظهر وفي الكلام محذوف تقديره إلا سؤال من شاء أو ما أشبه ذلك قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت قرأ هذه الآية بعض السلف فقال لا ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق فإنه يموت قوله وسبح بحمده أي قل سبحان الله وبحمده والتسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق به ومعنى بحمده أي بحمده أقول ذلك ويحتمل أن يكون المعنى سبحه ملتبسا بحمده فهو أمر بأن يجمع بين التسبيح والحمد وكفى به بذنوب عباده خبيرا يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم أو يكون المراد تهديد العباد لعلم الله بذنوبهم قوله ثم استوى على العرش ذكر في الأعراف الرحمن خبر ابتداء مضمر أو بدل من الضمير في استوى فاسأل به خبيرا فيه معنيان أحدهما وهو الأظهر أن المراد اسأل عنه من هو خبير عارف به فانتصب خبيرا على المفعولية وهذا الخبير المسؤول
هو جبريل عليه السلام والعلماء وأهل الكتاب، وفي نسخة أو العلماء وأهل الكتاب. والباء في قوله به يحتمل أن تتعلق بخبيرة أو تتعلق بالسؤال، ويكون معناها على هذا معنى عن. والمعنى الثاني أن المراد اسأل بسؤاله خبيرة، أي إن سألته تعالى تجده خبيرا بكل شيء، فانتصب خبيرا على الحال، وهو كقولك لو رأيت فلان لو رأيت فلانا رأيت به أسدا، أي رأيت برؤيته أسدا. قالوا وما الرحمن؟ لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش، وقالوا لا نعرف الرحمن، وكان مسلمة الكذاب قد تسمى بالرحمن، فقالوا على وجه المغالطة إنما الرحمن الرجل الذي باليمامة. قوله أنسجد لما تأمرنا، تقديره لما تأمرنا أن نسجد له. وزادهم نفورا، الضمير الفاعل في زادهم نفورا في زادهم يعود على المقول، وهو سجدوا للرحمن. قوله تعالى بروجا يعني المنازل الاثني عشر، وقيل الكواكب العظام. سراجا يعني الشمس، وقرئ بضم السين والراء على الجمع يعني جميع الأنوار، ثم خص القمر بالذكر تشريفا. سروجا هكذا يا شيخ، سروجا. قالوا جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف هذا هذا، وقيل هو من الاختلاف لأن هذا أبيض وهذا أسود. والخلفة اسم الهيئة كالركبة والجلسة، والأصل جعلهما ذوي خلفة. لمن أراد أن يتذكر قيل معناه يعتبر في المصنوعات، أو قيل يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه بالنهار، أو فاته بالنهار فيستدركه بالليل. وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. وعباد الرحمن أي عباده المرضيون عنده، فالعبودية هنا للتشريف والكرامة، وعباده مبتدأ وخبره الذين يمشون. أو قوله في آخر السورة أولئك يجزون الغرفة. قوله الذين يمشون على الأرض هونا، أي رفقا ولينا بحلم ووقار، ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم، وعبر بالمشي على الأرض عن جميع تصرفهم مدة حياتهم. قالوا سلاما، أي قالوا قولا سديدا لا ليدفع الجاهل برفق. وقيل معناه قيل للجاهل سلاما، أي هذا اللفظ بعينه معنى سلمنا منكم. وقال بعضهم هذه الآية منسوخة بالسيف، وإنما يصح النسخ في حق الكفار، وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم عنهم فمستحسن غير منسوخ. إن عذابها وما بعده يحتمل أن يكون من كلامهم أو من كلام الله عز وجل. كان غراما، أي هلاكا وخسرانا، وقيل ملازما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، الإقتار هو التضييق في النفقة والشح في النفقة والشح، وضده الإسراف، فنهى عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما، وهو القوام، وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات، وأما الإنفاق في المعاصي فهو إسراف وإن قل. قولوا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي عقابا. وقيل الأثام الإثم، فمعناه يلقى جزاء أثام. وقيل الأثام واد في جهنم، والإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكر من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا. قولوا ويخلد فيه مهانا، قيل نزلت في الكفار لأنهم المخلدون في النار بإجماع، كفى كأنه قال الذين يجمعون بين الشرك والقتل والزنا، في نسخة بين الإشراك والقتل والزنا. وقيل نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنون، فأما على مذهب المعتزلة فالخلود على بابه، وأما على مذهب أهل السنة فالخلود عبارة عن طول المدة. قولوا إلا من تاب، إن قلنا الآية في الكفار فلا إشكال فيها، لأن الكافر إذا أسلم صحت توبته من الكفر والقتل والزنا. وإن قلنا إنها في المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصح، واختلف هل تصح توبة المسلم من القتل أم لا. قوله تعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات، قيل يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلا مما عملوا من السيئات، أو عملوا مش مكتوبة، مكتوبة عندنا علموا يا شيخ، أكيد عملوا. قال هنا في نسخة دار البيان يوفقهم لفعل الحسنات بدلا عما عملوا من السيئات. واضح أنه خطأ.
وقيل إن هذا التبديل في الآخرة، فأي يبدل عقاب السيئات بثواب الحسنات، يتوب إلى الله متابا، أي متابا مقبولا مرضيا عند الله، كما تقول لقد قلت يا فلان قولا، أي قولا حسنا. لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون بالزور وهو الكذب، فهو من الشهادة. وقيل معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهو، فهو على هذا من المشاهدة والحضور، والأول أظهر. قوله وإذا مروا باللغو مروا كراما، اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه، ومعنى مروا كراما أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيها لأنفسهم عن ذلك. قوله لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم، فالنفي للصمم والعمى لا للخرور عليها. قرة أعين قيل معناه جعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لله، وقيل أدخلهم معنا الجنة، واللفظ أعم من ذلك. قوله واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة يقتدي بنا المتقون، فإمام مفرد يراد به الجنس، وقيل هو جمع آمن أي متبع. الغرفة يعني غرفة الجنة، فهي اسم الجنس. قوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية. وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال. الأول أن المعنى لا يبالي الله بكم لولا عبادتكم له، فالدعاء بمعنى العبادة، وهذا قريب من معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثاني أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال، والمعنى لا يبالي الله بكم ولكنه يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه. ويكون على هذين القولين خطابا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين، لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه، أو خطابا للمؤمنين خاصة لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه، ولكن يضعف هذا بقوله فقد كذبتم. الثالث أنه خطاب للكفار خاصة، والمعنى على هذا ما يعبأ بكم ربي لولا أن يدعوكم إلى دينه، والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين، وهو مصدر مضاف إلى المفعول. وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل. قوله تعالى فقد كذبتم، هذا خطاب كلها ممكن، وقد قالوا في معنى الدعاء ثلاثة أقوال، يعني كأنه ما يرجح شيئا، يعني كأنها تدخل فيها الثلاثة، ممكن يعني كلها محتملة. يعني أول لا يبالي الله بكم لولا عبادتكم، الدعاء هو العبادة، والثاني أن الدعاء بيعمل استغاثة والسؤال، لا يبالي بكم ولكنه يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه، وإن كان الثاني قريب من الأول من في المعنى. الثالث أنه خطاب، لذلك هو خطاب لجميع، ويمكن على هذا القولين يكون خطاب لجميع الناس من المؤمنين الكافرين، أو خطاب المؤمنين خاصة. والثالث خطاب الكفار، والمعنى ما يعبأ بكم ربي لولا أن يدعوكم إلى دينه، والدعاء هنا الأمر بالدخول في الدين. قوله فقد كذبتم، هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنين، فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون العذاب لزاما، أي لازما ثابتا. كيف رجح الإنسان في المسألة؟ كيف رجح الإنسان؟ ولا ينظر لها إنسان من الزاوية الثلاثة؟ يعني هو كل معنى قول صحيح، كل قول له ما يعضد، حتى من الآية لا ومن الآيات الأخرى، وكذا وكل معاني صحيحة يعني. وأضمر العذاب وهو اسم كان، لأنه جزاء التكذيب المتقدم، واختلف هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم بدر أو عذاب الآخرة. قال رحمه الله سورة الشعراء. قوله طاسيم ميم، تكلمنا على حروف الهجاء في أول البقرة، ويختص هذا أنه قيل الطاء من ذي الطول، والسين من السميع أو السلام، والميم من الرحيم أو المنعم. كيف الميم من الرحيم؟ يعني آخر حرف يا شيخ؟ آخر حرف. لو قلوا الميم من الملك فكان أقرب. الله أعلم. باخع ذكر في الكهف، فظلت أعناقهم لها خاضعين، الأعناق جمع عنق وهي الجارحة المعروفة، وإنما جمع خاضعين جمع العقلاء لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء.
أو لأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاء. وقيل الأعناق الرؤساء من الناس، شبهوا بالأعناق كما يقال لهم رؤوس وصدور. وقيل هم الجماعات من الناس، فلا يحتاج جمع خاضعين إلى تأويل. محدث يعني به محدث الإتيان، فسيأتيهم، قال انظر تعليق الشيخ البراك على هذا سابقا، فسيأتيهم الآية تهديد من كل زوج، أي من كل صنف من النبات، فيعم ذلك الأقوات والفواكه والأدوية والمرعى. ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن والمنافع. إن في ذلك لآية، الإشارة إلى ما تقدم من النبات، وإنما ذكره بلفظ الإفراد لأنه أراد إن في كل واحد آية، أو أشار إلى مصدر قوله أنبتنا. قوله تعالى ويضيق صدري بالرفع عطف على أخاف أو استئناف، وقرئ بالنصب عطفا على يكذبون. قوله فأرسل إلى هارون، أي اجعله معي رسولا أستعين به، ولهم علي ذنب يعني قتله للقبطي. قال كلا، أي لا تخف أن يقتلوك. إنا معكم خطاب لموسى وأخيه ومن كان معهم ومن كان معهما، أو على جعل الاثنين جماعة. مستمعون لفظه جمع، وورد مورد تعظيم الله تعالى، ويحتمل أن تكون الملائكة هي التي تستمع بأمر الله، لأن الله لا يوصف بالاستماع وإنما يوصف بالسمع. قال في الحاشية، قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، قول المصنف رحمه الله مستمعون لفظه جمع وورد مورد تعظيم الله تعالى إلى آخره. أقول قوله ورد مورد تعظيم الله معناه أن الله ذكر نفسه بصيغة الجمع، وهو واحد للدلالة على عظمته تعالى، وهذا معنى صحيح، فإنه تعالى يذكر نفسه بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا للدلالة على التوحيد، ويذكر نفسه بصيغة الجمع مظهرا أو مضمرا للدلالة على عظمته لكثرة أسمائه وصفاته وكثرة عبيده وجنوده. وشواهد هذا في القرآن كثيرة، كما في هذه الآية إنا معكم مستمعون، وكقوله وإنا لموسعون، وقوله فنعم الماهدون، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله تبارك اسمه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله مما عملت أيدينا. وقد يراد بهذه الصيغة الملائكة، كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فالمراد قراءة جبريل، وقوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والمراد قرب الملائكة الحافظين الكاتبين لعمل العبد. وقد تدل هذه الصيغة على الأمرين معا، على التعظيم وعلى إرادة الملائكة، ومن ذلك هذه الآية إنا معكم مستمعون، فالله يستمع والملائكة يستمعون، كما قال إنني معكما أسمع وأرى، وقال سبحانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرنا ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا نسمع سرهم ونجواهم. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقول المصنف إن الله لا يوصف بالاستماع وإنما يوصف بالسمع، هذا غلط منه رحمه الله. منشأه نفي الأفعال الاختيارية عن الله، وهي التي تكون بمشيئته تعالى، وهو المعروف من مذهب الأشاعرة. كيف وقد أخبر تعالى عن نفسه في هذه الآية بصيغة الجمع بأنه مستمع، ويشهد لذلك ما جاء في السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وقوله ما أذن أي ما استمع، والأذن بالتحريك الاستماع، فالاستماع فعل من الله يكون بمشيئته، فهو تعالى يسمع جميع الأصوات ويستمع لما شاء منها، ومن ذلك ما جاء في الآية والحديث فالاستماع أخص من السماع، فكل استماع متضمن للسماع دون العكس، والله أعلم. صح الوجه. كيف جاء؟ ما أذن. كتبنا ما أذن. ما أذن كأذنه. كأذنه وكأذنه. نعم. قال الحافظ ابن جزي والأول أحسن، وتأويل أن في الاستماع اعتناء واهتمام بالأمر ليست في صيغة سامعون، والخطاب في قوله معكم لموسى وهارون وفرعون وقومه، وقيل لموسى وهارون خاصة على معاملة الاثنين معاملة الجماعة، وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان. إنا رسول، إن قيل لما أفرده وهما اثنان، فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن التقدير كل واحد منا رسول، الثاني أنهما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة ولأنهما أخوان فكأنهما واحد، الثالث أن رسول هنا مصدر وصف به
فلذلك يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، فإنه يقال رسول بمعنى رسالة بخلاف قوله إنا رسولا، فإنه بمعنى المرسل. أن أرسل معنا بني إسرائيل أي أطلقهم. قال ألم نربك فينا وليدا، قصد فرعون بهذا الكلام المن على موسى والاحتقار له. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قصد فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام، ويعني بالفعلة قتله للقبطي. والواو في قولي وأنت إن كانت للحال فقوله من الكافرين معناه كافر بهذا الدين الذي جئت به، لأن موسى إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة، وقد كان قبل ذلك مؤمنا ولم يعلم بذلك فرعون. وقيل معناه من الكافرين بنعمتي. وإن كانت الواو الاستئناف فيحتمل أن يريد من الكافرين بديني أو من الكافرين بنعمتي. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، القائل هنا هو موسى عليه السلام، والضمير في قوله فعلتها لقتله القبطي. واختلف في معنى قوله من الضالين، فقيل معناه من الجاهلين بأن وكزتي تقتله، وقيل معناه من الناسين فهو كقوله أن تضل إحداهما. وقيل إذن صلة في الكلام، وكأنها بمعنى حينئذ، قال ذلك ابن عطية. ففررت منكم أي من فرعون وقومه، ولذلك جمع ضمير الخطاب بعد أن أفرده في قوله تمنها علي أن عبدت، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، معنى عبدت ذللت واتخذتهم عبيدا، فمعنى هذا الكلام أنك عددت نعمة علي تعبيد بني إسرائيل، وليست في الحقيقة بنعمة، وإنما كانت نقمة، لأنك كنت تذبح أبناءهم، ولذلك وصلت أنا إليك فربيتني. فالإشارة بقوله تلك إلى التربية، وأن عبدت في موضع رفع عطف بيان على تلك، أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله. وقيل معنى الكلام تربيتك نعمة علي لأنك عبدت بني إسرائيل وتركتني، فهي في المعنى الأول إنكار لنعمته، وفي الثاني اعتراف بها. يصح يا شيخ المعنى الثاني؟ وش وقيل معنى الكلام تربيتك نعمة علي لأنك عبدت بني إسرائيل وتركتني، قال فهذا اعتراف بهذه النعمة منهم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت ذللت واتخذتهم من هنا أنك يعني المعنى الثاني اعتراف موسى بالنعمة، إيه أنك أنعمت علي، ثاني أني أنعمت علي في الوقت الذي تمنها عبدت بني إسرائيل، في الوقت الذي عبدت بني إسرائيل. ايش اللي يمنع؟ اما المعنى الاول فهو انكار لذلك. نعم. وقد تمن بها علي، يعني تمن علي وانت عبدت قومي واهلي لا يا شيخ، هذا المعنى الاول. الاول هي الثاني منتك علي ان تركتني، ايوه، في الوقت الذي يعني عبدت بني اسرائيل. احسن الله. قوله تعالى قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لما أظهر فرعون الجهل بالله يعني يكون استفهام إنكاري. وتلك نعمة تمن على المعنى الأول أنا عبدت بني إسرائيل. لما أظهر فرعون الجهل بالله فقال وما رب العالمين، أجابه موسى بقوله رب السماوات والأرض، فقال ألا تستمعون تعجبا من جوابه، فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله ربكم ورب آبائكم الأولين، لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء وأعظم البراهين، فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم. فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنها ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منهم، وأبدى الازدراء والتهكم في قوله رسولكم الذي أرسل إليكم، فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله رب المشرق والمغرب، لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا يمكن أحدا جحدها ولا أن يدعيها لغير الله، ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة على نمرود. فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدده بالسجن، فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة وذكرها له بتلطف طمعا في إيمانه، فقال أولو جئتك بشيء مبين، والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام وتقديره أتفعل بذلك ولو جئتك بشيء مبين.
وقد تقدم في الأعراف ذكر العصا واليد، فماذا تأمرون وأرجه وحاشرين. قوله فإن قيل كيف قال أولا إن كنتم موقنين ثم قال آخرا إن كنتم تعقلون، فالجواب أنه لا ين أولا طمعا في إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله إن كنتم تعقلون، وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قوله تعالى لميقات يوم هو يوم الزينة، نتبع السحرة أي نتبعهم في نصرة ديننا لا في عمل السحرة، بعزة فرعون قسم أقسم به. وقد تقدم في الأعراف تفسير ما يفكون وما بعد ذلك. لا ضير أي لا يضرنا ذلك لأننا لنقلب إلى الله. قوله تعالى أسر بعبادي يعني بني إسرائيل، إنكم متبعون إخبار باتباع فرعون. قوله لشرذمة قليلون، الشرذمة الطائفة من الناس، وفي هذا احتقار لهم على أنه روي أنهم كانوا 600,000 ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير. قوله فأخرجناهم من جنات وعيون يعني التي بمصر، والعيون الخلجان الخارجة من النيل، وكانت ثم عيون في ذلك الزمان، وقيل يعني الذهب والفضة هو بعيد. يعني شيخ الآن العيون توقفت في النيل، قال والعيون الخلجان الخارجة من النيل، وكانت ثم عيون في ذلك الزمان. الله أعلم. لكن يا شيخ الآن القنوات الآن موجودة. موجودة. القنوات المائية. فكأنها بمعنى. فكأنها بمعنى الخلجان هذه. فأخرجناهم من جنات وعيون. إيه. ثم وعاقبهم في ذلك الزمان تلك الفئة. ثم عادت العيون بطبيعتها تعود يا شيخ. أليس كذلك شيء؟ إيه تعود إذا رجع الماء، بعض العيون تمكث 20-30 سنة جافة ثم ترجع. سبحان الله. أي. حتى البترول يا شيخ حسن الله الآن منابع البترول المنبع أقفل بالكامل، أنتهى أقفل بالكامل والآن امتلأ بالكامل. سبحان الله. وهذه عيون، لأنها عيون. عيون نعم. قوله ومقام من ومقام كريم أي مجالس الأمراء. واحتمال أنه مثلا قبل فترة يسيرة يكون في على ضفاف النيل أماكن فيها عيون، ما في ما يمنع. يعني ممكن مثل أحساء الآن، أحساء قبل 50-60 سنة كانت ملأة بالعيون، يعني أو أكثر شوي، يعني قبل 100 سنة كانت ملأة بالعيون، الآن جفت. فممكن يكون النيل على ضفافه كان فيه عيون لأن الماء قريب أصلا. يذكر ابن سعدون الشيخ كان من الموظفين اللي من الناس اللي استعانوا فيهم أرامكم، يقول كنا فقط باليد، يقول كنا باليد، يذكر لنا هذا احنا جالسين العيون. نعم يقول في البر، يقول يعني في كنا ننزل يقول فقط أحسن الله عليك. قالوا ومقام كريم مجالس، وكانت ثم عيون في ذلك الزمان، احتمال على ضفاف النيل. ومقام كريم مجالس الأمراء والحكام، وقيل المنابر، وقيل المساكن الحسان، كذلك في موضع خفض صفة لي ومقام، أو في موضع نصب على تقدير أخرجناهم مثل ذلك الإخراج، أو في موضع رفع أنه خبر ابتداء تقديره الأمر كذلك. قوله وأورثناها بني إسرائيل أي أورثهم الله مواضع فرعون بمصر، على أن التواريخ لم يذكر فيها ملك بني إسرائيل لمصر، وإنما المعروف أنهم ملكوا الشام، فتأويله على هذا وأورثهم مثل ذلك بالشام. أنا شيخ الآية كأنه صريحة، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. غريبة كلامه، ذلك هو أورد المعنى الأول ثم قال على أن تواريخ
فأتبعوهم أي لحقوهم، وضمير الفاعل لفرعون وقومه، وضمير المفعول لبني إسرائيل. مشرقين معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع الشمس، وقيل معناه نحو المشرق، وانتصابه على الحال. تراء الجمعان وزن تراء تفاعل، وهو مشتق من الرؤية، والجمعان جمع موسى وجمع فرعون، أي رأى بعضهم بعضا. فانفلق تقدير الكلام، فضرب موسى البحر فانفلق. كل فرق أي كل جزء منه، والطود الجبل. وروي أنه صار في البحر 12 طريقا، لكل سبط من بني إسرائيل طريق. وأزلفنا ثم الآخرين، يعني بالآخرين فرعون وقومه. ومعنى وأزلفنا قربناهم من البحر ليغرقوا. وثم ظرف يراد به هنا حيث انفلق البحر، وهو بحر القلزوم. قوله تعالى بحر أحمر. ما تعبدون؟ إنما سألهم مع علمي بأنهم يعبدون الأصنام ليبين لهم أن ما يعبدونه ليس بشيء ويقيم عليهم قصة الحجة. إبراهيم عليه السلام واتبع عليهم إبراهيم. طيب أحسن الله عليك. قالوا نعبد أصناما، إن قيل لما صرحوا بقولهم نعبد، مع أن السؤال وهو قوله ما تعبدون